مرحباً. هل تعلمون أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية في استخدام فيسبوك؟ بنسبة تصل إلى 49.26% من إجمالي السكان. ليس ذلك فقط، بل الجزائر والعراق يليهما بقوة في هذا الترتيب. وما يجعل الأمر أكثر إثارة هو أن السعودية تفوقت على مصر في نسبة المستخدمين بالنسبة لإجمالي السكان. هل تتساءلون عن الأسباب وراء هذا الإقبال الهائل؟ ربما يعود الأمر إلى الهواتف الذكية والشباب ودور فيسبوك في التواصل. وماذا عن دول أخرى مثل الإمارات وتونس وليبيا والأردن واليمن؟ كل دولة لها قصتها الخاصة مع فيسبوك. بعد هذا الاستعراض، هل تتفقون مع هذه الأرقام؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. في النهاية، هل سيستمر هذا الإقبال على فيسبوك أم ستظهر منصات أخرى للتنافس؟